شوفي حضرتك، يعني احنا انا عايزه بس اوضح انه احنا القرار اللي اخذناه هو بعدم المشاركه وليس المقاطعه. انا عارفه انه الكلمات متشابهه مش جدا، مش محدده بالظبط عند الناس، ولكن بمعنى معين ان احنا ما بنقولش انه ان احنا ما احناش جزء من بناء هذه الدوله. احنا جزء من بناء هذه الدوله ومن اصلاحها ومن تطويرها، وبالتالي احنا جزء من العمليه السياسيه. ولكن لينا ملاحظات شديدة على المناخ الحالي، وشايفين انه في صعوبة شديدة جدا ان احنا نتكلم على احزاب سياسية تبقى ليها تأثير وفاعلية في هذه الاجواء، وبالتالي المشاركة هي صعبة. ولكن احنا متواجدين في المعركة بشكل عام. ازاي يعني؟ ايه الصيغة اللي انتم متواجدين الصيغة بيها؟ اللي احنا متواجدين بيها ان احنا متواجدين على الارض، احنا متواجدين مع الناس، متواجدين في تبني القضايا اللي الناس طرحاها. هنفضل بنتبنى. متواجدين كحزب يعني، لكن مش جزء من العملية الانتخابية. مش جزء من العملية الانتخابية. طب ده مش معناه مقاطعة؟ لا، المقاطعة بتعني سياسيا ان انت ليس لك صلة بعملية بناء مؤسسات الدولة في المجتمع، وبالتالي بتقاطعي الدولة ككل. احنا مش واقفين عند هذا الموقف. احنا بالعكس شايفين ان احنا جزء من تطوير العملية السياسية، ولكن شايفين انه في انغلاق للمسار السياسي في مصر، في انغلاق للساحة السياسية وعلى الأحزاب بشكل عام. وبالتالي احنا بنطرح ان في موقف وتوقف في لحظة معينة، احنا بنقول لا، انتبهوا، هذا المسار غير صحي بالنسبة يعني للمجتمع. هل من المصادفة ان يلتقي نفس الأسباب اللي حضرتك قلتيها بنفس الأسباب اللي في أحزاب أخرى في اليمين زي حزب الوسط وحزب مصر القوية؟ مش علاقة بالموضوع ده، لا. عشان كده أنا بوضح الفرق. في أحزاب وقوى سياسية بتعتبر انه من اول 30 يونيو هي خارج المسار السياسي. احنا الموضوع مش كده. احنا جزء من 30/6. احنا جزء من بناء هذه الدوله، جزء من تغيير هذا المجتمع الى مجتمع ديمقراطي فيه عداله اجتماعيه، فيه كرامه انسانيه، وبالتالي احنا متمسكين بالعملية السياسية وبالمسار السياسي وبناء هذه الدولة. أنا برضو هرجع تاني لحضرتك وأستفسر منك إزاي متمسكين وأنتم يعني خرجتم نفسكم من المرحلة القادمة على الأقل من الانتخابات البرلمانية. في الانتخابات البرلمانية، ويمكن ده يخلي